كاميرا الهواء العراقي اليوم داخل سجن الأحداث في أربيل حصريا. هذه الصور وهذه اللقاءات حتكون من خلال قناة الفلوجة والبرنامج الهواء العراقي. راح نتكلم ويا الأطفال اللي يعانون من موضوع المخدرات اللي هم مسجونين في داخل هذا السجن. شنو القضية اللي حكمت بها؟ مخدرات. صالك شقد انت يعني مدمن صرت لو صالك شقد اخذت مخدرات او تعلمتها؟ شلون تعلمت؟ احكي لنا، تقدر تحكي لنا؟ تعليم مع اصدقائك يعلمونك. الاصدقاء علموك؟ نعم. زين، وين تعلمت؟ باربيل. باربيل. نعم. يعني بالمدرسة لو من الشغل؟ شنو كان شغلك؟ الله نفتر بالشوارع. زين، شنو اول شيء بديت بيه شنو كان؟ كريستال. شنو هذا الكريستال ومنين جبته؟ اشتريته من واحد تركي. تركي، يعني الرجل اللي باع لك اياه تركي؟ شنو هو هذا الكريستال؟ شلون شكله؟ شلون تقدر تحكي لنا؟ شلون الليمون زي يصير ابيض تشربه. وين كنت تاخذه؟ يعني بيتك كنت تاخذه لو وين؟ لا بالسياره بالبيت. بالسياره. شلون يسوي بيك؟ يعني شو تحس من كنت تاخذه؟ يصير بيك على بالك بالجنه، احساس حلو يصير. احساس حلو. زين، أهلك عرفوا بهذا الشيء بالبداية؟ لا. ولحد الآن؟ لحد الآن بس طبيت السجن. أهلك ما يعرفون؟ إيه. أهلك ما يعرفون؟ لا يعرفون هلا. يعرفون على موضوع المخدرات. شنو خلاك تأخذ هذا الكريستال أو هذا النوع من المخدرات؟ شنو دفعك على هذا الموضوع؟ والله ربعي. أصدقائك. إيه. ما حسيت بأنه هذا الشيء غلط؟ لا. زين، أنت ندمان لو ما ندمان؟ بلى. يعني إذا طلعت من السجن ترجع على هذا الموضوع لو ما ترجع؟ لا أبداً. أبداً. شو تحب تسوي إذا تطلع من السجن؟ لا أطلع مثل الشباب العالم. إذا كم مرة أنت استخدمت هذا الشيء؟ والله ما ينعاده هواي. إيه. وزين، فلوس منين كنت تجيب؟ هو هذا شلون سعره؟ هو قميص حسب. إيش قد سعره تقريباً؟ أقل كمية إيش قد سعرها؟ أقل كمية تجي 7 أوراق 8. زين، هاي الفلوس منين كنت تجيبها؟ هلا اخذ من الشغل اشتري. تاخذ من الشغل؟ اي من يوم اروح يوم ابوي. ابوك شنو شغله؟ عنده محلات. زين، شنو اللي خلاك يعني عرفنا الاصدقاء، شنو اللي خلاك بالذات انت تستمر على هذا الشيء؟ والله احيانا كنا نطلع ويا بعض نفطر. اشوف هو مبسوط وانا زعلانه. انا كنت احس بنفسي نقص. شلون هنا صار عندك اصدقاء ما تعرفهم، اصدقاء جدد بنفس تهمتك؟ ايه. شلونك وياهم؟ الحمد لله. هم هم ندمانين يعني؟ شي اكيد ندمانين، لان من طب السجن جسمك يضعف. نعم. يعني تقول خربت نفسي. راح تندم شي اكيد. شلون تمارس ايامك هنا؟ أنا كل يوم ايش تسوي؟ والله استحت طبعا العاب مشي وقتنا ويا الموظفين. شنو اسمك؟ سيفر. سيفر. كم نوع من حبوب الكبسله والانواع تعرفها اللي نستخدمها؟ ترامادا وارتينا وسو مدريد وفاليوما السيمون والسيرافين وامانه. صار لك قد انت هنا؟ صار لك قد بالسجن؟ بينز مانجا. خمسة شهور انت هنا. شنو الجريمه؟ يعني قضية قتلة. قضية قتل. زين، المن قتلت؟ المن قتلت؟ برادر أقول. أنت قتلت صديقك، سببك كتشيبو؟ شنو سببك؟ مشكلة ما أنا أقول. مشكلة كتشيبو، شنو كان المشكلة؟ على الأسد بارة وشتي. على فلوس. شلون قتلت أبات شي كشتت؟ ساقو. وضربه بظهره، قتله بالسكين بظهره، ضربه بظهره وصوبه وتوفى. باشا. شي ماني؟ زور. ندمان يعني؟ ملا. أقربية ديريت دكي؟ أي استغرم داز برجعنا شمي دك أبوها. نعم. سألت طبعا إذا هو ندمان قال كلش ندمان آني.
وإذا أطلع أفتح حياة جديدة، أفتح صفحة جديدة بحياتي. تشيت الأكيد لا برج فيها الدم والأجيال من ده، يعني نابي غلط في مجالة غلط بي؟ زور غلط بي. أنا كلش غلطان بهذا الموضوع اللي سويته باشا. حكم دراي؟ لا خير، على توقيفه. خلي توقيف حال إنه مو محكوم بس متوقف في سجن الأحداث. راح نتكلم مع سيد زيرك نوزاد، مسؤول القوى الإجرائية في داخل سجن الأحداث في أربيل. عندنا ثلاث أطفال موقوفين، وعندنا اثنين على مادة المخدرات يم المحكومين، هذا من الأطفال. وعندنا خمس النساء بس الموقوفين على مادة المخدرات. نعم. زين مادة المخدرات، انتو الموقوفين اللي عندكم شلون كيف تتعاملون وياهم؟ هاي الاشخاص يستعملون المخدرات بالتاكيد شخص مو طبيعي، وهنا عندنا معاملات الاخرى مو مثل بالضبط مثل معاملات المواد الاخر. هسه عندنا المركز شو اسمه مركز المستشفى، عندنا مركز المستشفى كل اسبوع جايبون الدكتور على مود العلاج لهاي الأشخاص، ودائما ويانا يعني ويا الجماعة هاي الدكتور ويا السجناء. نعم أنا إصلاحي مو سجن، إصلاحي يمنا. هسا عندنا بداخل دائرتنا عندنا ساحة مال كرة القدم وساحة طائرة، وعندنا تينس، وعندنا شو اسمه قاعة الملاك كمال أجسام. عندنا برنامج الهواية يوميات للسجناء، يعني دائما هاي السجناء يعني دائما اي نعم بالفعل دائما مشغول بالعمل على مود حتى لا تفكر بالسجن. يعني دائرتنا إصلاحية، ما دام أنت قلت لك الدائرة الإصلاحية لازم بيها فرق. نعم، نحن الآن في أحد غرف سجن الأحداث، أو خلينا نقول سجن الإصلاح. راح نتكلم مع محمود حسين اللي هو مسؤول المراقبين هذا السجن. راح يتكلم شلون يتعامل وياهم وشنو مشاكلهم وشنو معاناتهم وشنو اللي يقدموه لهم. هنا ما نقدر نسميه سجن لأنه هنا نظام إصلاحي. صح هو اللي يجينا النزيل هنا بأمر قضائي يعني بتهمة، بس هنا نظام إصلاحي كله. المشاكل تجينا هنا يعني متعددة، قضايا مرور، تزوير، مخدرات، مختلف، القتل، شو اسمه. نظام عادي هنا متوفر لهم كل شيء، متوفر لهم نظام غذائي تحت مراقبة طبعا لجنة مختصة، نظام عندهم هنا رياضي. ثانيا هذا إلى خصوصية لأنه حدث تحت ال 18 سنة، من مرتكب خطأ أو ذنب يعني فأكيد أكو دوافع دفعته بأنه يرتكب هذا الخطأ، فإحنا نحاول نصلح هذا الخطأ أو نحسسه بالخطأ اللي بيه هو. إحنا هنا يجون أطباء أخصائيين على مدار الأسبوع، اللي يحتاج طبيب نفسي يقدم إلى طبيب نفسي، اللي يحتاج طبيب أخصائي بأنه عنده مرض أو أي شيء مرض معين، زائد أن المركز الصحي اللي موجود هنا. قصص ومواضيع ومشاكل حساسة وخطرة للغاية في داخل هذا السجن. نتمنى من أطفالنا وأولادنا أن يكونوا حذرين بالتعامل مع الأصدقاء والأقارب. والآن من أمام سجن الأحداث آرام تقي من مدينة أربيل.